صباح الخيرات والليرات يا قمر. صباح الخير يا بنتي. صباح النور. بترجى كل حدا يقوم، ما في داعي. سليمان أفندي، إذا بتسمح لي حابة استخدم مطبخكم، بدي أعمل صحن أومليت طيب. أخص عليكي، عمو سليمان رح يزعل منك. ليش الأومليت تبعي مو طيب؟ مو هذا قصدي، وأنت بتعرف. جميلة، ممكن تشيلي لي البزر من كم زيتون اللي حطهم مع البيض؟ بخفق لك البيض كمان. جميلة، بالبراد في زيتون بدون بزر مخرط، طلعيهم يا بنتي يلا. عفوا، لكم شخص رح تعملي؟ ثلاثة. لا لا، أربعة. رح جهز له دبل لمهند، قال كتير جوعان. خدي روحي. تسلم ايدك. بشير وينه؟ خليه يروح يجيب لنا كعك من الفرن، رح حطه بقلبه اشقوان. بشير مو هون. راح يوصل مراد، مو هيك؟ والله نسيت. يلا انا بدوب الاشقوان فوق الخبز السمين. ايه دوبيه يا بنتي دوبيه. ممكن تشعلوا لي شواية الفرن اذا بتريدوا؟ بارح بالليل حاولت شعل الشواية بس ما طلع بايدي. شفتوا من يلي نزع عيار الفرن؟ انا نزع عياراته؟ هذا ولا شيء، شويتانك رح يحترق البيت. لا لا يا بنتي مو مهم يا روحي، دخيلك انتبهي. ليكي هذا الفرن عصبي، بس يعصب بيطالع دخني، ما حدا بيفهم عليه الا انا. دخيلك ما عاد قرب عليه بنو. بشير قرب يوصل، انا رح اتصل فيه، بيشتري الكعك وبيجيبهم معه. لا تتصلي بنو، قال بعد ما يوصل مراد بده ياخذ اجازه نص يوم. من مين اخذ اذن؟ انا ما عندي علم. قال لي الي، بس ما طلب اذن، عطى خبره بس. يعني الله يسلمه، هالولد صاير ما عم يساوي الا اللي براسه. بشير ما في منه، لا تحكوا عليه. امبارح رجع على البيت وش الصبح، سهيلة شافته وقت قامت على الحمام. قلت وش الصبح بس ما كان الوقت متاخر كل هالقد. لا تدققوا كتير يا روحي، الولد عزابي. معك حق. يا سلام.